صديق ريزان اللي مر ظروف صعبة من بداية التحضيرات قبل انطلاق البطولة، مر في مشاكل عديدة، وهذه المشاكل كما يقول لك أثرت تأثير سلبي. نتمنى حاجة للرئيس لازم يعيط للناس وجوه تاع السريع القادمة يعاودوا يتكتفوا ويعاودوا كما يقول لك ويطرسوا كما يقول لك خريطة الطريق للموسم القادم. إن شاء الله كما يقول لك الناس قاعد تجي تلم الأسرة تاع ساري غيليزان، وهذا فريق كما يقول لك يمثل المدينة كاملة، وحاجة حتى الجمهور غادر المدرجات من مكاش النتائج. ولهذا نتمنى إن شاء الله في السنة القادمة إن شاء الله يتعاود هذا كما يقول لك هذا الدرس، ندوه وندوه العبرة وندوه الحاجة المليحة والحاجة النيجاتيف نقيسوها.